بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مجدي كمال، هنشرح معاكم النهاردة الجزء الأخير في البيزيس. كنا اتكلمنا على الكوردينيتس والبيزيس، اتكلمنا عن البيزيس وعرفنا البيزيس في الار ان وفي الماتريسيز وفي البولينوميال، وخدنا اكزامبلز على الكلام ده كله، وعرفنا ان عشان اي فيكتورز تبقى بيزيس لازم تحقق شرطين، اللي هو يبقوا لينير اندبندنت ويبقوا اسبان الفيكتور سبيس. الكوردينيتس احنا مش هنتكلم حاجه جديده، يعني ايه كوردينيتس؟ انا هشرح كده از اكزامبل. في الفي 3، لو انا فرضت ان انا في الفيكتور سبيس اللي هو ار 3، اللي هو اي فيكتورز بيتكون من 3 كومبوننت، كومبوننت اكس وكومبوننت واي وكومبوننت زد. لو انا عندي سيت اوف فيكتور جوه الفيكتور سبيس دي، اس عباره عن فيكتور في 1 بيتكون من 3 كومبوننت، فيكتور في 2 3 كومبوننت، فيكتور في 3 3 كومبوننت، وقلت ان ال 3 فيكتور دول از ا بيزس فور ار 3. يعني ايه بيزس اوف ار 3 فور ار 3؟ يعني بيحققوا الشرطين اللينير اندبندنت والسبان. ويعني ايه كلمة سبان؟ سبان يعني لو انا خدت اي فيكتور في الار 3 وليكن بي اللي هو بي 1 وبي 2 بي 3، ممكن اكتبه كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي هي في اس. يعني ممكن اكتبه كي 1 في 1 زائد كي 2 في 2 زائد كي 3 في 3. ده معنى ان هو سبان، لان انا قلت ان هم بيزس، فمعنى ان هم بيزس يعني ان هم سبان. ومعنى كلمه سبان ان اي فيكتور في الار 3 كان بي ريتن از اي لينير كومباينيشن اوف الفي 1 والفي 2 والفي 3. يعني ايه كلينير كومباينيشن؟ يعني ان انا اقدر اقول كي 1 في الفيكتور الاولاني زائد كي 2 في الفيكتور زائد كي 3 في الفيكتور التالي. طيب، وكنا بنعرف ازاي ان انا لو خدت اي فيكتورز بي 1 وبي 2 وبي 3 اقدر اقول اجيب قيم الكي 1 والكي 2 والكي 3. فالقيم بتاعت كي 1 وكي 2 وكي 3 دي هي دي بسميها الكوردينيت بتاع الفيكتور بي اللي هو فيكتور ده ريلاتيف تو اس. يعني ريلاتيف تو ايه؟ السيت دي ريلاتيف تو 3 فيكتور في 1 وفي 2 وفي 3. يعني الموضوع مش جديد، الموضوع احنا متكلمين عليه قبل كده، بس احنا بنعرف دلوقتي يعني ايه كوردينيتس. يبقى معنى ذلك ايه؟ اكزامبل بسيط جدا جدا جدا، ان انا لو انا فرضت ان السيت اوف فيكتورز اللي عندي هي عباره عن في 1 وفي 2 وفي 3، وطبعا انا قلت ان لازم تبقى ايه؟ بيزس للار 3. لو انا فرضت ان في 1 هو الفيكتور 1 و 2 1، الفي 2 2 9 و 0، الفي 3 3 و 3 و 4. يبقى اعمل ذلك ايه؟ لو هم دول انا قلت بيزس خلاص، يبقى اني فيكتور ان ار 3 كان بي اكسبريسد از لينير كومباينيشن اوف في 1 وفي 2 وفي 3. يعني اي فيكتور في الار 3 وليكن فيكتور في ممكن اكتبه في الصورة اللي قدامي دي كلينير كومباينيشن. لو انا خدت اي فيكتور سي الفيكتور 5 و 9 و ماينس 1 و 9، يبقى هقدر اكتبه في الصورة كي 1 وكي 2 وكي 3. واقدر طبعا ان زي ما اتعلمنا نقدر نعمل الايكويشنز ونحل بجاوس جوردن ونطلع قيم كي 1 وكي 2 وكي 3. هلاقي ان كي 1 ايكوال 1 وكي 2 ايكوال ماينس 1 وكي 3 ايكوال 2. في الحالة دي بقول ايه؟ بقول ان ال 1 والماينس 1 وال 2 اللي هم ال كي 1 والكي 2 وكي 3 دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الكوردينيتس بتاعت الفيكتور في 4 البيزس اس، او ريلاتيف تو البيزس اس. يبقى معنى ذلك ان احنا عرفنا ازاي نجيب الكوردينيت بتاعت اي فيكتور بالنسبة لسام بيزس عندي. طيب، هناخد اكزامبلز على الكلام ده، اكزامبلز على الكلام ده
اهو الا الاكزامبل بيقول ايه؟ find the coordinate vector of v relative to البيزس اللي هو مديهالي 3 فيكتور في 1 وفي 2 وفي 3 ومديني في 1 ومديني في 2 ومديني سوري مديني في ومديني في 1 ومديني في 2 ومديني في 3. السوليوشن معنى هات الكوردينيتس بتاعت الفيكتور في، يعني اعبر على الفيكتور في از لينير كومباينيشن اوف كي 1 في 1 بلس كي 2 في 2 بلس كي 3 في 3 واجيب الكي 1 والكي 2 والكي 3 عن طريق ان انا اعمل الايكويشنز دي. عندي 3 ايكويشن في 3 النونز، ممكن احل بكرامرز، ممكن احل بجاوس. انا هنا حليت بجاوس، حطيت الاوجمانتد ماتريكس واتعاملت مع الاوجمانتد ماتريكس بطريقه الجاوس جوردن اليمينيشن اللي كلنا عارفينها، لغايه ما قدرت ان انا احصل على كي 1 equal 3 كي 2 equal minus 2 كي 3 equal 1. ففي الحالة دي بقول ان دول هم عبارة عن الكوردينيتس، دول عبارة عن الكوردينيتس بتاعت الفيكتور في بالنسبة للبيزس اس. يعني ايه؟ يعني الفيكتور في ده بعد ما انا عرفت الكوردينيت كده، لو انا عارف الكوردينيت 3 وماينس 2 و1 يبقى معنى ذلك ان انا كنت اقدر استنتج الفيكتور في لو انا عارف الكوردينيتس بتاعته. يعني لو انا عارف الكوردينيتس دي، هنرجع تاني اهو، لو انا عارف الكوردينيتس دي اهو، كنت ضربتها هنا الكي 1 في الفي 1، ولو انا عارف الكي 1 وعارف الكي 2 وعارف الكي 3 كنت ممكن احصل على الفي دي من غير ما اعرف. يبقى اذا انا لو عندي الكوردينيتس ممكن اجيب الفيكتور في، ولو عندي الفيكتور في وعندي الفيزس ممكن اجيب الكوردينيتس فيكتور اللي هو بيتكون من كي 1 وكي 2 وكي 3. ناخد انذر اكزامبل، اهو بيقول لي ايه؟ find the coordinates vector of v relative to the basis s بيساوي كذا. نفس الاكزامبل اللي فات برضو، عارف انا الفيكتورز اهو v، وعندي 3 فيكتور v1 وعندي v2 وعندي v3. لو عايز اجيب الكوردينيتس فيكتور بتاع ال v with relative to ال s، فمعنى ذلك ان انا اجيب قيمه ال k1 واجيب قيمه ال k2 واجيب قيمه ال k3. تمام، اكتب المعادلة بتاعتي اهي وابدأ اكون المعادلات 3 equation. برضو ممكن احل بجاوس وممكن احل بكرامر زي ما انا عايز احل. المهم ان انا اقدر اجيب قيمة K1 واقدر اجيب قيمة K2 واقدر اجيب قيمة K3. انا هنا حليت بجاوز، بكتب الاوجمانتد ماتريكس اهي اللي هي الماتريكس بتاعت الكوفيشن بالاضافه للرايت هاند سايد، واشتغل بجاوز جوردن اليمينيشن لغايه ما احصل على القيم بتاعت كي 1 وكي 2 وكي 3. هلاقي ان كي 1 وكي 2 وكي 3 هي قيمتهم اهي. يبقى معنى ذلك ان الكوردينيت فيكتور اللي عندي، الكوردينيت فيكتور بتاع ال v with respect to s هو عبارة عن minus 2 و 0 و 1. وبكده هنبدأ ناخد برضو another examples تاني، ناخد another example. اهو ناخد بقى ايه على البولينوميال شوية. ناخد على البولينوميال اهو. for
the coordinate vector, find the coordinate vector of B relative to the basis. مديني البيزس بس هنا بدل 3 vector مديني 3 polynomial, وعايز البولينوميال بي دول طبعا في البي 2, ومديني البولينوميال بي اهي, وعايز الكوردينيت فيكتور. فبقول ان بي دي كان بي اكسبريسد از لينير كومبينيشن اوف كي 1 وكي 2 وكي 3, واحاول اجيب الكي 1 والكي 2 والكي 3 زي ما انا شفنا قبل كده ازاي بنتعامل مع البولينوميال, بان احنا بنساوي الكوفيشنز بتاعت اكس باور 0 بالكوفيشنز بتاع اكس باور 0 اهي, والكوفيشن بتاع اكس باور 1 بالكوفيشن بتاع اكس باور 1 وهكذا لغايه ما احصل على الثري اكويشن دول في ثري انونز. ممكن اشتغل بجاوس جوردن, وممكن اشتغل ب كرامرز بكرامرز انا اشتغلت هنا بجاوس جوردن وقدرت احصل على الكي 1 والكي 2 والكي 3. يبقى الكي 1 والكي 2 والكي 3 دي هي الكوردينيت فيكتورز بتاع البي بالنسبه ل اس. وبكده نبقى احنا خلصنا الجزء اللي هو الرابع اللي هو الكوردينيت اند البيزس, وفي الفيديو الجديد هنخش على الدايمنشن إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.